nous sortons de deux objectifs très importants pour nous aujourd'hui. C'est la l'aulawiya اليوم هذه هي الاولويه اليوم اننا كيف نساهم دفع اجور بعض العمال اللي ما وصلوش اجورهم كيف نساهم باش نحافظ على منصب العامل اليوم الاولويه هذه هي نحافظ على منصب العامل نحافظ على اجور العمال من بعد ربما نجي وضع اخر احسن من هذا نقدر نحسن به الاجور ونقدر نطالب به باشياء اخرى ان شاء الله شكرا l'UNIEM, on a été à l'UNIEM, on a fait une assemblée générale avec les travailleurs de l'UNIEM et des représentants des travailleurs. Nous avons écouté leurs doléances, nous avons écouté les problèmes, ils ont exposé les problèmes qui gênent la relance de l'activité au niveau de l'UNIEM. Nous avons parlé avec les gestionnaires de l'UNIEM. Un plan de redressement a été élaboré par la direction générale, avec le concours du partenaire social. Et il a été transmis au ministère de l'Industrie. Nous avons parlé avec M. le ministre de l'Industrie pour accompagner l'UNIEM, parce que c'est un fleuron de l'industrie, ils ont de la qualité, et on n'a pas le droit de laisser mourir cette entreprise. كنت قمت بزيارة أنا لهذه الشركة التقيت إطارات هذه الشركة التقيت عمال الشركة في جمعية عامة التقيت الشريك الاجتماعي النقابيين تاع هذه الشركة تكلمنا على المشاكل اللي تعيشها هذه المؤسسة وتكلمنا على ضرورة تضافر جهودنا جميعا من أجل إنقاذ هذه المؤسسة عندها ان لابل عندها تاريخ وعندها يعني جودة في 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 المنتوجها والمنتوج تاعها مطلوب في السوق الجزائري لكن هي تعيش بعض قرارات يعني سلبية اتخذت في الماضي اللي خلات ان زادت عبء على هذه المؤسسة واليوم لابد ان ندارك هذه السلبيات ونعمل مع بعضنا بعض بايجاد حلول واقعية تسمح لهذه المؤسسة ان تعيش فيه ان بلان دو ريدريسمون شارك فيه الشريك الاجتماعي النقابة عديدة من طرف الإدارة ووصل لوزارة الصناعة تكلمت مع وزير الصناعة وتكلمت معه على ضرورة أننا نضفر الجهود تاعنا مع بعضنا بعض ونوصل إلى حلول يعني اقتصادية وحلول لتأخذ الطابع الاجتماعي بأهمية وإن شاء الله يعني هذا البلان دو ريدريسمون حينما يمر راح يكون فيه إنعاش لهذه المؤسسة لكن مسؤوليتنا كعمال الي اونغاجي ما نقدرش اليوم يعني ندير عبء على مؤسسه اليوم الاولويات باينه الاولويه ان كيف نضمن اجور عمال هذه الشركه لكن كي نتكلم على ضمان اجور العمال هذه الشركه ما يمكنش ان في نفس الوقت نتكلم على زياده الاجور حقيقة في بعض الأحيان عندنا مشاكل في الناحية تاع الأجور تاع القدرة الشرائية، لكن نعمل بعقلانية، نعمل بقدراتنا الحقيقية، ما نقدرش نعيش بأوهام وندير مطالب وهمية ونأدي بها بالمؤسسة إلى الهلاك، لا راحت المؤسسة إلى الهلاك، فقدنا مناصب العمل وفقدت الولاية يعني قطاع مهم، فقدت مؤسسة وقطاع مهم في إنعاش الاقتصاد للولاية.